تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وقال السيد الرئيس في منشور ليه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أتقدم للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى الإنسانية بالخير واليمن والبركات، وأدعو الله في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا ولوطننا الغالي مصر. حفظ الله مصر وشعبها، وكل عام وأنتم بخير. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل برقيات التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وأعرب الرئيس في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، دعينا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات. كما أكد الرئيس أن حلول شهر الصيام والقيام الذي اصطفاه الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس هو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف للشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال آخر مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم. أعرب سيادة الرئيس عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك، وأعرب جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبا، داعيا أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وتقدم سيادته بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وتوجه أمير دولة قطر بالشكر للسيد الرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربا عن خالص تمانيه لمصر حكومة وشعبا بالتقدم والازدهار. في اتصال آخر أجراه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، توجه السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيا لله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار. وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار. وكمان أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتقدم السيد الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب سيادته عن خالص تمانيه للجزائر شعبا وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. وكمان أعرب السيد الرئيس أو الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار. أيضا أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، حيث تقدم سيادته بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنيا للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار. أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء. وتقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي: شهر رمضان الكريم الذي يأتي بنفحات العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها، وكل عام وأنتم بخير. كمان سيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفلت امبارح بمناسبة يوم اليتيم اللي بيوافق أول جمعة من شهر إبريل من كل عام. وكتبت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: نحتفل مع أيتام مصر بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه وترسم البسمة على شفاههم. كل عام وكل طفل يتيم بخير.
الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني والمنطقة الغربية العسكرية، وده ضمن سلسلة لقاءات دورية بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر مقطع فيديو ضمن سلسلة فيديوهات بتسلط الضوء على جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. ركز هذا الفيديو على معارض أهلا رمضان واللي كانت حريصة فيها الدولة على نشره بشكل غير مسبوق، خصوصا في المناطق الأكثر احتياجا وكمان المناطق اللي فيها كثافة سكانية عالية. معارض أهل رمضان السنة دي بتشهد برقم غير مسبوق 8000 معرض على مستوى الجمهورية. كان افتتاح المعرض الرئيسي يوم 24 مارس بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، والمعرض مستمر بتخفيضات من 20 ل 25 وبعض السلع 30%، والمعرض فيه 165 شركة عارضة. وزارة التموين من خلال الشركة القابضة دفعت ب 1300 منفذ على مستوى الجمهورية. هنقول ده تم الدفع ب 160 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر سكانا، كما تم الدفع ب 300 سيارة متنقلة ما تحمل ما بين طن ونص إلى 5 طن من المواد الغذائية من السلع السرطية التي تجوب مناطق القاهرة ومحافظات مصر. دولة رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته باستمرار الشوادر والعربيات المتنقلة والمعارض طوال العام. أنا هنا في معرض أهلا رمضان، المعرض الرئيسي موجود فينا بأرض المعارض. بسم الله ما شاء الله، السلع متوفرة قوي وبأسعار حلوة قوي. اللحمة المفرومة الكيلو بخمسة وخمسين جنيه. أنا جايبة فرخة كيلو 155 جنيه جميلة، الزيت باربعة وعشرين جنيه وخمسة وعشرين وثمانية وعشرين. اللحمة أرخص من برة نص بالنص، والفراخ النص بالنص، والزيت والسكر والرز كل حاجة النص بالنص. في أسماك جوه كمان أسعارها كويسة جدا، وفي بيض وفي زيوت وفي دقيق وفي كل حاجة. أهلا رمضان بيتعمل بقاله 6 سنين ودي النسخة السابعة، وكل سنة بيبقى الغرف التجارية بتعمل دور مجتمعي اللي هو معارض بتخفف ارتفاع الأسعار على المواطنين. ولكن النسخة السابعة اللي احنا فيها دي مختلفة شوية لأن هي إدارة أزمة. احنا هنا في المعرض بالاتفاق والتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية وفروا لنا حضرتك المعرض ده، فكرنا ان احنا نعمل تخفيض اسعار طبعا عن بره كتير. الغرفة اتفقت معانا ان احنا نفرش في المعرض هنا، وسهلت لنا المكان والنور والكهرباء والمخازن وكل حاجة. شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بتشارك في المعرض بتاع أهل رمضان، بتخفف العبء على المواطنين. الاسعار حاجات مخفضة هنا طبعا غير اسعار بره خالص، في الدقيق والمكرونات وما كل ما يلزم، حاجات رمضان كلها موجودة عندنا وحاجات متوفرة كلها دايما بأسعار مخفضة عشان خاطر رمضان. الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اتصلت بينا طبعا كتجار، وفروا لنا كل حاجة مجاني على أساس إن احنا نوفر حاجة للشعب مخفضة وبسعر كويس. فاحنا عندنا هنا اللحم السوداني ب 95 جنيه. سمعنا عن أهل رمضان بتاع شبرا، جيت الحمد لله أنا لقيت البلح والزيوت وكل حاجة متوفرة وفوق الممتازة، غير برة، غير المحلات اللي في الشارع اللي هي الأهالي، غير المحلات اللي برة خالص. السعر الدقيق هنا والزيت والرز فوق الممتاز والسعر جيد. لفيت في محلات كتير لدرجة إن أنا رحت محلات بتبيع بالجملة أصلاً وفي أماكن بعيدة، لقيت الأسعار هنا متناولة. الأسعار هنا مختلفة تماماً عن الأسعار الموجودة في السوق برة، والحمد لله قدرت أجيب كل اللي محتاجه البيت من المعرض أمان. يعني المكرونة بأربعة ونص وفي بخمسة، والرز الخمسة كيلو بثمانية وخمسين، حلوة عن برة، برة الأسعار غالية جدا. المعرض الحقيقة فيه كل حاجة، كده
وانا شايف الاسعار هنا يعني يمكن اقل من بره. بصراحه انا شايف كل السلع الغذائيه متوفره وجودتها عاليه. احنا هنا في معرض اهل رمضان على فيصل عند محطه الطلبيه، تمام، والاسعار هنا الحمد لله تمام يعني وفي متناول الجميع يعني. طبعا حضرتك الاسعار هنا اقل من بره من 10 ل 20% مجمل الاسعار يعني. يعني في كل حاجه مثلا في السكر من هنا ب 10 جنيه و10 جنيه ونص، بره ب 12 جنيه ونص، فانت كده بتتكلم في 20% خصم. نفس الكلام في الرز، نفس الكلام في الزيت. البلح اللي بيتباع ب 60 بره احنا بنبيعه ب 30، التمر الهندي اللي بيتباع ب 50 بنبيعه ب 40، الضم اللي بيتباع ب 70 و 80 البلدي بنبيعه ب 60، الكمون اللي هو نمره واحد بيتباع بمره ب 140 وب 160 احنا بنبيعه ب 120. وزارة الداخلية حرصت على المشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم من خلال تنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكمان استقبالهم في عدد من المنشآت الشرطية في مختلف المحافظات وتقديم الدعم المعنوي ليهم وتوزيع عليهم الهدايا الرمزية. يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من نهاردة الاختلاف، إني بمسمع لصوت إني أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل قوة. فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات، ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. في انتلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها في كل ركن منها، تلقى ليا في مكان. طبعاً الولاد مبسوطة جداً، طبعاً اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبة للولاد، بيحسوا إن في حد بيسأل عليهم. وطبعا وزاره الداخليه طبعا يعني مش بتاثر في الموضوع ده خالص، بالنسبه لهم هم متواجدين معاهم على طول، سواء يوم اليتيم او غير يوم اليتيم هم متواجدين معاهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزاره للاطفال الايتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وانما على مدار العام باستقبالهم في انديه الشرطه والمواقع الشرطيه المختلفه، وبزيارتهم في دور رعايتهم وتوزيع هدايا عينيه على قاطنيها واجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطب على الأولاد، على مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة، وصرفوا بيهم وصرفوا لنا الأدوية اللازمة برضو للأولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندى ابنها، والقيادة كلنا حن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للأيتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار. احتفالات كبيرة أقامتها وزارة الداخلية بيوم اليتيم. القطاعات الشرطية ومديريات الأمن استقبلت الأيتام بأندية الشرطة، وكذا نظمت زيارات لدور رعاية الأيتام بخاصة لذوي الهمم، بتأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للأيتام
ليس في يوم اليتيم فقط ولكن على مدار العام. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. دلوقتي نتابع مع حضراتكم تقرير عن أهم الأخبار اللي حصلت امبارح، واللي منها رئيس الوزراء هنأ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان، واستعراض الحكومة لنشاطها الأسبوعي، وكمان تطبيق الحكومة لقرار غلق المحال والمطاعم والمقاهي 2 صباحا، بالإضافة إلى صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي بزيادة أو بالزيادة الجديدة 13%. في مجموعة مهمة من الأخبار اللي حصلت امبارح، هنبدأها من مجلس الوزراء وتحديداً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي هنأ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل انفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس خلال الفترة من 26 مارس والحد 1 إبريل. تضمن التقرير الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. وأصدرت الحكومة قرار ببدء تطبيق مد مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية أجازة عيد الفطر يومياً عشان تكون من الساعة 2 الصبح. بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر إبريل امبارح من ماكينات الصرف الآلي بزيادة المعاشات بنسبة 13% في ضوء طبعاً توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.